رقمي تي في. شاومي ريدمي برو، الهاتف الرائد من سلسلة ريدمي بحسب إعلان الرئيس التنفيذي للشركة على مواقع التواصل الاجتماعي، وجاء بمواصفات ممتازة، دعونا نتعرف عليه. وزن الهاتف 174 جرام وبسماكة 8.2 ملم، الهيكل من المعدن بالكامل، التصميم كلاسيكي وقريب من هواتف سوني إكسبيريا، ويعمل بأزرار لمسية بالأسفل، ويمكن إضافة شريحتي اتصال مع دعم شبكات الجيل الرابع وتحويل أحد المنافذ إلى منفذ بطاقة ذاكرة خارجية. على يمين الهاتف زرات تحكم بالصوت وزر الطاقة، وفي اليسار مدخل لتركيب شريحتي اتصال، ويمكن تركيب شريحة اتصال واحدة وذاكرة تخزين خارجية في نفس المدخل والتي تتسع حتى 256 جيجا بايت. في الأسفل المايك والسماعات الخارجية، وفي المنتصف مدخل USB من نوع C. أما في الأعلى مدخل لسماعات الأذن ومستشعر IR الذي يمكنك من التحكم في جهاز التلفزيون والأجهزة المنزلية مع مستشعر بصمة مدمج بالزر الرئيسي للهاتف. الشاشة مقاسها 5.5 إنش بدقة Full HD وبكثافة 401 بكسل بالإنش من نوع OLED، وتشغل مساحة 72.2% من مساحة الهاتف الكلية، وهذا استغلال جيد. من حيث الأداء يعمل بنظام أندرويد مارشميلو مع الواجهة الجديدة MIUI 8. من حيث المعالج يتوفر الهاتف بثلاث نسخ، الأولى تعمل بمعالج هيليو إكس 20 عشاري الأنوية بتردد 2.1 جيجا هيرتز ورام 3 جيجا بايت وذاكرة تخزين داخلية 32 جيجا بايت، الثانية بنسخة مطورة وأسرع من المعالج هيليو إكس 25 بتردد 2.5 جيجا هيرتز مع رام 3 جيجا بايت وذاكرة تخزين داخلية 64 جيجا بايت، والثالثة أكثرهم تميزا بنفس المعالج ولكن مع رام 4 جيجا بايت وذاكرة تخزين داخلية 128 جيجا بايت. جميع النسخ تأتي بمعالج رسوميات من نوع مالي T880 MP4، ويمكن تركيب ذاكرة خارجية كما ذكرنا. الكاميرا الخلفية مزدوجة، الأولى بدقة 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.0 مزودة بتقنية التركيز التلقائي مع فلاش مزدوج، تعمل بحساس من سوني IMX258، والكاميرا الثانوية الخلفية دقتها 5 ميجا بكسل من صنع سامسونج. الكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجا بكسل أيضا بفتحة عدسة 2.0. البطارية غير قابلة للإزالة بسعة 4050 ملي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع. سيتوفر بعدة خيارات من الألوان الفضي والذهبي والرمادي. بالنسبة لسعر الهاتف، النسخة الأقل مواصفات تكون بسعر $225 أمريكي، والنسخة الثانية تكون بسعر $255 أمريكي، والنسخة الثالثة والأعلى في المواصفات تكون بسعر $300 أمريكي. الهاتف سيباع في الصين، ومن المتوقع أن يتم إطلاقه قريبا في الأسواق العالمية. الهاتف مناسب لأصحاب الميزانيات المتوسطة ومن يرغب ببطارية قوية.